تعرف شو؟ لما أنا كنت بعمرك كنت نام لما الساعة تفتح إيديها. شو يعني هالشي؟ أنا ما عم أفهم عليكي. إيه رح أقلك، لما تفتح الساعة إيديها بتكون 3:45 بالنهار، والمساء بتكون 9:45. عجبتني هالطريقة كثير. أنا رح صير نام بس تفتح الساعة إيديها، تمام؟ وأنا بهنيك، لكن سكر عيونك بقى، لأنه لما تفتح إيديها لازم تكون أنت نايم. طيب يلا بسرعة لشوف. بس اوعى تتكشف. وهي بوسة قبل النوم. تصبحوا على خير. تلاقي الخير. وانت من أهله. تصبح على خير يا زوجي العزيز. لساتك عم تنامي لما تفتح الساعة إيديها كمان؟ شو لوين؟ مو لازم ننام سوا بنفس الغرفة طالما بدر هون؟ شو؟ وبدر كمان؟ إذا بيضرب المدفع للصبح ما رح يقوم. لا مو مزبوط بنوب، هو بيفيق بيشرب مي أو بيفوت على الحمام وبيفيق خايف، أكيد رح يبلش يسأل إذا شافنا كل واحد بغرفة. والله كلهم اللي عديتهم هلأ كذب مو أكتر. روح لنشوف آخرتها. نازلي، إذا بدك نامي على الأرض، لأنه إذا ضليتي على هالحالة آخر شي رح تلاقي حالك عليها كمان. مو الأحسن إنك تقلي رح قوم نام على الأرض مشان ما تتضايقي؟ إذا أنت السبب بهالوضع اللي نحن فيه هلأ، ليش لحتى أنزل لتحت ونام على الأرض؟ ما فهمت. لا يا بيك، مو أنا سبب هالشي، بس كله مشان بدر، ونزعت حياتي كلها كرمال يجي بدر لهون لحتى يعيش مرتاح. يلا نازلي نامي، الساعة سكرت إيديها من زمان والسمكات ناطرينك. إيه صحيح، قلي شو صار معك الصبح وخلاك تقلق علي؟ سمك يا سمك، دعوا في مجال تجوا تساعدوني، بدي نام. اليوم طلع حلو. عفوي كتير، وعفويتك مو بس لأنه نحن هون، لا أنت بتكون مع الكل عفوي. شخصيتك كتير مرحة، واللي مثلك مو موجودين. لما كنت بالبراد واجيت لحتى افتح الباب، لو كان معي قنبلة وقتها فجرها فوراً لأطلع. ليش لحتى أكذب؟ قلقت عليكي وخفت وعصبت كمان. بس ما صار لي شي. إيه بعرف، بس لهلأ خايف عليكي. صادقة مع الكل. عزيز أنا كتير بحبه. يا روحي نام يا عمري، نحن جنبك. هذا مو شغال؟ شو صار له؟ ليش بطل يشتغل؟ ما كان عم بينقيت؟ طيب نورمان، انتي روحي على البيت لأنه تأخر الوقت. ليك عزيز، ما فيني روح لمكان وأتركك لحالك هيك.
بس أنا منيح وما في داعي تاكلي همي بنوب. عزيز، أنت وقفت جنبي لما كنت بحاجتك، وأنا هلأ مو صح أتركك لحالك بالمشفى وروح أقعد بالبيت. بعدين يمكن تكون منيح جسدياً بس نفسياً ما بظن. شو سبب الحادث؟ حادث وصار، يمكن يكون فقد توازني. طيب انت لساتك متضايق؟ لوين بدك توصلي؟ بدي اوصل لحبك المجنون. كنت عم تفكر فيها ولهيك نسيت انك عم تسوق الموتور. نورمان لو سمحتي، مو حابب احكي بالموضوع، في شغلات ما بتعرفيها. والله انت اللي في شغلات كتير ما بتعرفها. مثل شو؟ الشغلات بتتعلق بإختي، وأولهم إنه هي مثلاً مجنونة وما بتعرف شو بدها، وفوق هاد روح قلبها تحكي وممكن يجيك من وراها وجع راس كتير. نورمان، ما قلتي لي أنت ليش اتصلتي فيني؟ انشغل بالي لأنك إجيت لقدام البيت وبعدين رجعت ركبت على الموتور ورحت وأنا من غير شي مكركبة وقلقانة. هذا الموضوع؟ إيه، لكن شو؟ ما في سبب تاني؟ لا بنوب. ما نمتي ما هيك؟ كتير مقهور علي، لساته صغير، أكيد هو ونايم بده يشوف كوابيس إذا ما في حدا جنبه. يلا ما ضل كتير، كلها كم يوم المحكمة بتقرر، وقتها بيرجع لعنا. أنت متأكد؟ برأيك رح تزبط معنا؟ ما في شيء أكيد طبعاً، بس نحن أقوى منهم. اللي عم نعمله وزواجنا المزيف كان مشان ناخده لبدر، تخيل ما تزبط القصة. ما تخافي رح تزبط، بس المهم نخلي كل اللي حوالينا يصدقوا زواجنا. يلا قومي ننام. يلا يا بطل افتح تمك، يلا يلا. اوه عوافي حبيبي، لازم تروح على المدرسة رح تتأخر. خالي انا بدي ضل هون وما بدي روح لأي مكان بنوب. شو قلت؟ ضل شوي عض على اسنانك. اسناني عم بيهروا ما عم بقدر عض عليهم. طيب امتى بدهم يطلعوا اسناني يعني؟ يا روحي اسمع، لازم تاكل يلا كله وتشرب شوية حليب وقتها رح يطلعوا اسنانك. يلا يا بطل قوم، رح نعمل مراجعة بالطريق. يلا مراجعة شو؟ رياضيات، يعني هيك مراجعة لجدول الضرب وهالشغلات. مثلا بدر، 5×5 25. برافو عليك، شفت الشطور. يلا نروح. يلا. وأنا رايح، خليني وصلك على المطعم. روح، أنا لسه معي وقت ومشغول بالي عن نورمان، لازم أعرف وين نامت. ما نامت بالبيت؟ عند رفيقة اسمها مرام، بيجوز تكون نامت عندها، عم تعاقبني كأنه. شو صاير بيناتكم؟ لا ما في شي، بس نورمان مثل ما بتعرفها. يلا بشوفك. بشوفك. ليك ساز، تفضل فوت على المكتب. تفضل. بتحبوا تشربوا شي؟ لا شكرا، فيكي تطلعي. زكي بيك، بهي المحكمة لازم نحن اللي ناخد وصاية بدر. الافتراء واضح بخصوص المخدرات، مشان يحطوا علينا وحدة قدام المحكمة. ونحن معنا كل شي مو قانوني بخصهم، ما هيك؟ ايه طبعا، يعني حاليا في مساواة بموقفكم قدام المحكمة، بس نحن متفوقين عليهم برغبة بدر اللي رح تكون لمصلحتنا طبعا، وكمان زواج حضرتك من الست نازلي اللي بتربطها علاقة حلوة كتير مع بدر. يا ريت لو منقدر نثبت انه ديما ورا كان اشخاص سيئين وما ننخرج رب وطفل ابدا. على فكره هالشي واضح وما بده اثبات، يعني صح هن ما عم يضربوا للولد، بس كمان ما نن مامنين له جو عائلي مناسب لحتى يربى فيه، مو عدل.
رح نحاول نثبت هالشي عليهم. فريد بيك؟ نورمان؟ عزيز هون؟ ايه فوق ونازلي عنده. بس انت مين اللي خبرك؟ نازلي خبرتني. انت شو عم تعملي هون؟ عم دير بالي عليه. ايه امتى رح يشيلوا لك الجبيرة؟ قالوا بعد يومين. هلأ ما كان في داعي لها، بس للاحتياط. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. أهلا وسهلا. أهلين فيك. رح أقول لك قبل ما تسألني، وضعي منيح، ما في شيء بنوب. حتى مبارح حكوا معي خبراء من سويسرا، قال بدهم يعملوا علي تجارب لأنه ما في حدا قبلي نفد من هيك حادث. سألته ليش ما حكيتنا من مبارح، قال ما كان حابب إنه يزعجنا. بس عن جد هالحادث غريب. ما لازم أشكر نورمان قدامكم لأنها ساعدتني كتير. تروحي معي على سويسرا؟ بيعملونا فحص جماعي. بروح بروح، وهيك بكون قضيت العطلة بسويسرا. أعطيني بس ساعتين وبضب لك الشناتي كلها. نورمان برأيي قومي نعمل شاي قبل ما تضبي الشناتي. موجوع؟ شوي. لو تعرف شو خفت عليك لما سمعت بهالخبر. أنا بخير فريد، ما تخاف. كيف صار الحادث؟ كنت عم سوق بسرعة، ما بعرف شو كان صاير لي. فت الطرقات ما كان لازم فوت فيها، وبعدين فت بالشاحنة. كم مرة نبهتك إنه لازم تسوق على مهلك؟ لحق معك، المفروض أسمع كلمتك. بس شو بدك تعمل معي؟ ما بفهم. طلعت واحد غبي. أنا ونورمان منشبه بعض بهالموضوع، ما منسمع كلام حدا مثل الأولاد. لا عزيز، أنت مانك ولد، بس مو حابب تكبر بنوب. يلي بيخلينا نكبر هو الوجع، لهيك بلشت أكبر، وكل وقعة بتعلم شوي. بس المهم إنه أتعلم مزبوط. المهم إنك منيح، وانتبه على حالك بالأيام الجاي. شو يعني ما بدك ترجعي على البيت؟ شو بدك تضلي تعملي هون انتي؟ عزيز هلأ بحاجتي ماشي؟ وما رح أتركه. لا تحطي أعذار وهمية نورمان، عزيز منيح ومانو بحاجتك. بعدين من وين لوين نورمان؟ انتي مين لتضلي عند عزيز؟ انتي شو دخلك؟ ما بحق لك تتدخلي فيني، أنا بعمل اللي بشوفه مناسب. ما رح أسمح لك تعيشي على كيفك. وانتي ليش عايشة على كيفك بقى؟ كل شي بدك ياه بتعملي، زواج على الورق وقصص وغيره. اسمعي نورمان، بقص لسانك. لا عزيز ولا اي حدا غيره لازم يعرف هالموضوع. تعرفي مبارح كنت رح خبره، بس بعدين تراجعت. انت شو عم تحكي؟ شو صار لك؟ ما تخافي، عم قول كنت بدي خبره، بس كبرت عقلي باخر لحظه وقلت بلاها لهالسرعه، مو حلوه ينصدم مره تانية. نورمان انت ممنوع تقولي كلمة واحدة لعزيز بخصوص زواجنا بالمرة. سمعتي؟ عم نبهك. هذا كل اللي بهمك؟ معناها لهيك ما بدك يعني ضلني هون. طبعا ما في عندي أهم من مستقبله لبدر. اصحك، وما فيني أوثق فيكي بنوب. تصطفلي هي مشكلتك، بس أنا هون مرتاحة كتير أختي، وما رح أرجع على البيت بنوب. تركت البيت إلك ولفتون تتهنوا فيه، وأنا رح أعمل يلي براسي. نورمان اسمعي، إذا مفكرة أني رح خليكي هون ما تحلمي بنوب. عزيز؟ شو ليش قمت؟ شو هالقصة؟ شي بملل، دا خلقي من القعدة. معناها غير مرة بنشرب شاي بتكون تسمحولي، لأنه عندي شغل ضروري. جاي معك.
ناطرك بالسيارة برا عن إذنكم. مع السلامة. الله معك. عزيز ما بدك تقول شي لنورمان؟ قال بدها تضل هون وما بدها ترجع على البيت. شو لازم أقول يعني؟ بدها تضل لأنه مزعوجة مني. هي القصة زادت عن حدها. أنت شايف إنه عادي تضل هون؟ بتصور إنه هذا الشيء بيرجع لها. عفواً ما فهمت. بقصد تركيا على راحتها. بلكي هون بتروق وبتتحسن علاقتكم. ماشي، تضل هون. شو وصيتك نورمان؟ ما تجبريني خبر أهلك. خاطركم. الله معك حبيبتي. الله معك. عن جد شكرا. وهلا يا طاهر أفندي، كنت عم تقلي إنك مليت من تصليح سيارات الناس وإنك حابب تشتغل شيء يكون أهم من هذا الشغل. مزبوط راكان بك، إذا فيك تشغلني عندك. طبعا أنا اللي فيني، رح أعطيك فرصة، أنت مستعد؟ إيه طبعا راكان بك، أنت بس أمرني. ممتاز، شايف هالشنطة؟ بدك توصلها للعنوان اللي منعطيك إياه. بدك تسلمها لشخص معين. شو فيها الشنطة؟ اسمعني يا طاهر، بهاي الشنطة في كتير شغلات مهمة وخطيرة بالنسبة لإلي. يعني في بهاي الشنطة مبلغ كتير كبير ووثائق ومستندات مهمة وشغلات ما بيصير توقع بإيد الشرطة نهائياً. إذا وصلت للشرطة بروح فيها. طيب راكان بيك، ليش بدك تبعت الشنطة معي؟ سؤال مهم. أول شيء لأنه أنت قلت لي إنك مليت من تصليح سيارات الناس وحابب تشتغل غير هاي الشغلة، والسبب الثاني هو إنه الشرطة عم تلاحقني أنا وبشير، وكل الأشخاص اللي بيشتغلوا معي هني هلأ مراقبين من قبل الشرطة وما فيني اعتمد عليهم. أما أنت فيني اعتمد عليك بظن، لأنه الشرطة ما رح تشك فيك أبداً، يعني ما رح تراقبك بس لأنه بتشتغل بمكان بصلح سياراتي فيه، مو هيك؟ هذا السبب. فهمت راكان بيك. حلو، امسكها. وهلأ بشير بيعطيك العنوان، يلا بشير. بتروح على هذا العنوان، اسم الزلمة وعنوانه مكتوبين على الورقة. بتوصل الشنطة لإيده. أنا بأمرك راكان بيك. وبعدين أنا بتصل فيك. تمام راكان بيك. امشي، بالتوفيق. شكرا لك. فريد، لازم أقول لك شغلة. قولي. أنا لازم ما أخبي عنك شي بنوب، لأنه فتحنا صفحة جديدة. أنا رح كون صريحة معك من اليوم. شوفي نازلي. نورمان، تعرف إنه زواجنا مو حقيقي. وكيف عرفت؟ بابا هو اللي خبر. وانتي ما نبهتي أبوكي إنه ما يحكي؟ توقعت فهم لحاله. شو يعني توقعتي؟ قلت له إنه ما لازم يحكي، بس ما قلت له ما تخبر نورمان، لأنه وقتها رح يسألني ليش ما بدك تخبري نورمان بالذات. شو بدي اقول له احكي؟ فريد، ما في داعي تقلق وتخاف ابدا، لانه هالمره انا متاكده انه ما رح تقول شيء. في محكمه بعد يومين نازله، واذا حدا بيعرف بالموضوع تعبنا كله بيروح، بنخسر الدعوه وبنخسر بدر. بتعرفي شو خطوره هالموضوع؟ طبعا بعرف، بس شو الفايده؟ خلص عرفت وما فينا نعمل شيء بنوب. فريد، بترجاك ما تتوتر، لأنه هي وعدتني إنها ما رح تخبر حدا بالموضوع. لا تقليلي إنه لساتك بتوثقي بنورمان. شو طالع بإيدي؟ مجبورة أوثق فيها بهالموضوع؟ مفكرني نسيت اللي عملته؟ أكيد ما نسيت، وقعتنا بألف مصيبة. خلينا نعطيها آخر فرصة، ممكن؟ ما عاد تسترجي تغلط بنوب. طيب نورمان رح تضل قاعدة عند عزيز بالبيت؟ بدها تضل عنده. شي حلو، النار والبارود مع بعضهم بنفس البيت،
بركي زلقت بشي كلمة، شو منعمل وقتها نازلة؟ فريد، قلت لك إنه هالمرة واثقة بنورمان وواجبي أوثق فيها لأن ما رح تحكي ووعدتني. نازلة، مجبورة إنه تلاقي طريقة تبعدي فيها نورمان عن عزيز بهاليومين لأنه وجوده عنده خطر كبير وممكن يضرنا. ما بقدر، لأنه إذا بجبرها رح تجن، وأنت ما بتعرف لنورمان لما بتجن شو بتساوي. طلعي فيني نازلة، إذا بينكشف هالموضوع بسبب طول لسان أختك شو رح تساوي؟ يلا قول. ماني حابب يصير معنا مثل ما صار يوم الوصاية. نعم طاهر. خبر حلو فريد بيك. اخيرا قدرت اكسب ثقته لراكان، اعطاني مهمه. عن جد؟ وشو المهمه اللي اعطاك اياها؟ طلب مني وصل شنتاي لشخص، بصراحه ما بعرف شو فيها. قال لي فيها اوراق سريه وخطيره ومهمه، واذا وعد بايد الشرطه رح يروح هو فيها. ايه فهمت، ممتاز. ما فتحتها وما عرفت شو اللي فيها؟ ما قدرت فريد بيك، الشنطه مقفوله بكلمه سر، اكيد بيكون الزلمه بيعرفها. قصدك إذا سلمناها للشرطة ممكن نوقعه، وبما أنه الوراق خطيرة معناتها ما رح ينفوت. فريد بيك، ما رح أخذ الشنطة للشرطة. خليني نفذ هالمهمة وهيك رح أكسب ثقته، وبعدها أنا واثق أنه رح يعطيني مهمة أخطر بكتير من هي. يمكن المهمة الجاية توصلنا للي بدنا إياه. طيب طاهر مثل ما بدك، بس انتبه على حالك ماشي؟ اتفقنا فريد بيك. شو عم بيصير؟ راكان أكله للطعم، أعطاه طاهر مهمة وسخة. أوه ممتاز، عن جد ممتاز، من زمان ما شفتك هيك مبسوط. والله متوتر هالفترة يا سعيد، وحادث عزيز وترك أكتر كأنه. كل شي حوالي عم يضغط علي، حتى نازلي تخانقت معها. شو السبب؟ لأنه نورمان عرفت أنه زواجنا على الورق وبس، وساكنة مع عزيز هلأ ببيته. أوف أوف أوف، والله هالخبر ماله منيح أبدا. نازلي شو موقفها من هالشي؟ قال لازم نوثق بنورمان هالمرة ونعطيها فرصة. طبعا أنا عصبت عليها، يمكن بالغت بردة فعلي. هيك على طول، شوف نحن بنعمل العملة وبعدين بنرجع بنندم عليها. شوفي ليش عصبت فجأة؟ لأنه أنا التاني كمان متضايق من نفس الموضوع. ليش شوفي؟ انفصلت عن فتون وقررنا نضل أصدقاء وبس. ورح تنجحوا بهذا الشيء؟ نقدر. وليش لحتى أقرب منا خطوة؟ برأيي نازلي ما غلطت بحقك بنوب، مع أنك ضغطت عليها، بس كان لازم تدير بالها أكتر من هيك. ليك فريد، اتنيناتكم اتعرضتوا لضغوطات هالفترة، نازلي انحبست بالتلاجة وتخانقت مع أهلها بسبب زواجكم المزيف، ما بصير تنسى كل هاي الشغلات؟ مو نسيان شي سعيد، كله ببالي ومتذكر كتير منيح الشي اللي عملته نورمان فيني واللي خبته نازلي عني، ما رح انسى هالشي ما تخاف. طيب هلأ اترك كل شي على جنب، بتحبها ولا شو؟ والله أنا ما عم بقدر استوعب، لا تواخذني، كيف فيكن تحبوا بعضكن لهي الدرجة وتضلوا بعاد عن بعضكن هيك؟ ما بعرف كيف بدنا ندوب هالتلج كلياته؟ ما بعرف، كأنه ما رح يدوب، أنا متعود أمشي فوق التلج. برأيي هالموضوع لازم ينحل، أحسن ما يكبر أكتر من هيك يا فريد. أنا لازم حله برأيك؟ إيه، بعد ما تخلص شغل روح على المطعم وراضية. وشو رأيك أخذ لها معي ورد كمان؟ فكرة حلوة، ايه خود معك ورد. بيك بعد إذنك، أنا من طرف راكان بيك. مين راكان؟ راكان؟ راكان أوندر، أنت ما بتعرفه؟
عود. عود استنى هون، لا تتحرك، فهمت علي؟ برافو عليك طاهر، والله سبع ابن سبع. هات ايدك لشوف، خليني صب الكف معك هلا. هات، احسنت احسنت. ركان بيك انا ما بفهم شيء. شو يلي ما عم تفهمه؟ هذا اختبار لإلك. يلا تعال عود يا ابني، عود هون لشوف، رجع لوايك وما تخاف، هذا المكان لإلي، وعملنا كل القصة كرمال طاهر. ليك ابني، انت كان معك امانه ممكن تنهي حياتي بثواني، ومع هيك ما خنت الامانه انت، ووصلت الشنطه على العنوان مثل ما هي. مو معقول يا ابني، حتى كلمه السر ما انه مجرب فيها سهله، ما بدها شيء، بس بتحط للتصفار تفتح. حتى تعال شوف شو بقلبها. شوف يا طاهر كيف ما في أي شيء جواته له معنى أو أهمية أو قيمة، ما فيها ولا مستند. شوف معي، مصاري مزورة، ورق شدة كمان، وبطاقات ما لها أي معنى، وشغلات للكلب، وكم قطعة شوكولا. وفيها حجار بيلعبوا فيهم القمار. هذا كل شيء. بس الأهم من هذا كله إنه هي الكيكة إلك. بيجو. شي حلو والله، شي حلو. اتمنى أمنية وبعدين طفيها. يلا اتمنى. برافو، ان شاء الله تتحقق الأمنية. اهلا وسهلا فيك بفريقنا. وهلا خلونا نقعد ونحكي، شو بيقول المثل؟ كل حلو بصير حديثك بنقط عسل. بشير يلا يلا شيل الشمعة من الكيكة وكول بسرعة بسرعة بسرعة، ما تضيع وقت. ستة بتمك هيك. يلا كول. شو ناطر؟ ألف صحة وهنا يا طاهر، أنت بتستحق تاكل حلو عن جد، أنت بتستاهل. تعرف ليش؟ لأنك طلعت كفو وما سلمت الشنطة للشرطة وما غدرت فيني، رغم أنه أنا مثل مشايف آخذ كل الاحتياطات اللازمة. وكمان كان فيك تاخذ الشنطه وتسلمها لواحد من اعدائي، وقتها كمان رح اكون مستعد منيح لهالشي. بس بتعرف لو انك عملت هيك شي يا طاهر ما كنت هلا قدران تتنفس بنوب. بس انت ما عملت هيك، عملت الشي الصح. يلا لشوف، يلا كفيه ما تخلي منا شي. شو طيبه، وحتى شكلها كتير حلو، تشبه الليره. الله معك، شرفتي المطعم. تسلمي لي، شكرا لك. فريد اهلا وسهلا. اهلا فيكي. حلوين كتير، حتى بيشبهوا الوردات اللي شفتهم بمنامي من فترة. حبيت يكون حقيقة، بعدين نحن متزوجين جديد. مفهوم. يعني بما أنك جايب ورد وجايب، فاعتذارك مقبول. هدول مو لأعتذر منك. شو هدول؟ مو معناته بعتذر؟ لا مو هيك القصة، عجبني منظرهم وحبيت اشتريهم، لأنه نحن عرسان ولازم يكون في شي رومانسي لحتى العالم وقت يسألوكي تقليلهم من زوجي. ليش حاسة إنه هالوردات بيحملوا معنى رومانسي؟ متأكد إنه هالوردات بلا معنى؟ يعني برأيي ما حدا منا لازم يعتذر من التاني لأنه نحن ما غلطنا بنوم، بس هلأ مصيرنا بإيد نورمان للأسف. يعني
ما فيني اتحمل هالفكرة، بس مو طالع بإيدي شي. تجي نروح على السينما؟ من وين طلعتي بهالفكرة؟ ما بعرف، حسيت إنه لازم نعمل مثل العرسان، الشاب بيجيب الوردات وبيعزم على السينما، مو هيك بيصير بالعادة؟ وكمان مشان خبر البنات. بعدين أنا صار لي زمان ما رحت. ليش لا؟ رح حطهم بالمي وارجع. مع السلامة. الله يسلمك، يعطيك العافية. شرفت. الله معك. كأنكم تصالحتوا مع بعض. بلا. طبيعي كتير يصير هيك خلافات بسيطة بأول الزواج، بس شو ما صار بيناتكم وقد ما كانت الخناقة كبيرة، حتى لو قامت الدنيا ما لازم تناموا بعض عن بعضكم، مهم تعرفي هالشي. والله مزبوط كلامك ميمار، أنا معك بهالموضوع ورح خلي نصيحتك حلق بإذني حبيبتي. رح فوتها. أي فيلم حابة تحضري؟ والله ما بعرف، كلهم حلوين، شي بيحير. أنت شو بتقول؟ يعني لو كنت مكانك كنت اخترت فيلم رعب، بس بظن أنت ما بتحبي هالأفلام، ولهيك خلينا نشوف فيلم رومانسي. بس لحظة، ليش حتى ما أختاره؟ لتكون مفكر أنه أنا بخاف يعني وما بحضر رعب. يعني بتحبيهم؟ مغرمة فيهم، كتير بحبهم ومن صغري كمان. تعرف أنه أنا عطول بجيب هدول الأفلام وبحضرهم؟ بقلك شو آخر فيلم حضرناه أنا والبنات؟ مصاصي الدماء. يعني صح ما كملته للآخر، بس نورمان حكت لي المشاهد اللي راحت علي وما خفت. أنت بنت ترعب منه ما؟ ما ارتعبت وقت شفته. بس لحظة، شو مشان هداك المشهد اللي بيخوف لما بيكون المهرج عايش بأنبوب الصرف الصحي؟ تذكرته؟ ايه تذكرته، يعني كان عادي ما خفت منه أبدا. طيب لحظة، والمشهد الثاني؟ كان في كاميرا والكاميرا موجهة لتصور الدراج، بعدين بتنزل طابة حمراء من فوق شوي شوي على مهلة، وفجأة هوب تطفي كل أضوية البيت. الطفلة كانت صغيرة، ما خفت؟ لا. أكيد الأدرينالين عندك فيه خلل، لهيك ما بتحس بالخوف، روح على دكتور. يعني بدك تحضري الرعب ولا الرومانسي؟ طبعاً فيلم رعب. ماشي، بس ما يكون بخوف كتير. بطاقتين لو سمحت. عن جد ولا مشهد خوفك؟ مو كتير هيك، يعني معقول تاكلي كل هدول؟ ما رح أكلهم لحالي، رح ناكل سوا من نفس العلبة، مثل ما بيعملوا العشاء يعني. أنا ما بحب البوشار وبحس إنه ما له طعمة، بيعملوه بزيت مو صحي. ليش ما قلت كنت عملت لك بالمطعم؟ بيأكلوا بالسينما مهلبية يعني؟ شو؟ عم قول خلينا ناكل مهلبية بس نطلع من هون. وكمان أنا ما بحب للمهلبية. بس بدي أعرف أنت شو الشيء اللي بتحبه بالحياة؟ كأنه ما في بيناتنا شيء مشترك. بلا نازلي في أفلام الرعب. إيه معك حق، هاي النقطة مشتركة مزبوط. شو صار؟ صاحب البيت رح ينزل بعد شوي. شو هالزلمة هاد، كأنه ما بيشبع أبدا، أكل كل شخصيات الفيلم، العمى بعيونه. شو كنتي متوقعة أنه الزومبي يروح رحلة رومانسية على البحر؟ شغلته أنه يأكل البشر. ليك بس خلص هذا المشهد اللي ما بتوقع أنه رح يطلع مشهد ألطف من هاد. أي لكن ما تواخذني لأنه ما رح أرجع أتفرج عليه بنوب. في بشارة على تمك. لشو عم تطلع بشفايفي بهالطريقة؟ سكتوا لو سمحتوا، والله صرعتونا. حبيبي لا تعصب. ليكي هذا المشهد مقبول، فيكي تشوفي إذا بدك. قول والله. عن جد تطلعي المشهد طبيعي. الله لا يوفقك إلا للمخلوقة. لك شو بكي، هذا تمثيل ما له حقيقة. شو عم تعملي؟ ما عم أعمل شي، عم أخذ راحتي بالقعدة وبس. يعني مو خايفة يجي الزومبي ويسحبك من رجلك؟ لا حبيبي، شو هالحكي؟ فينا نطلع إذا بتحبي، يعني مانك مجبورة تحضري وانتي خايفة. لا ما رح أطلع من هون لشوف النهاية. يلي بيسمعك بيفكر إنك شفتي بدايته لحتى تشوفي نهايته. شوف، ولا مرة بحياتي كلها طلعت قبل ما أكمل الفيلم، يعني مو زابطة، عن جد عيب. مثل ما بدك، أساساً أنا مرتاح. الله يلعنك، موتها للمرة. يعني عن جد هالحادث كان كتير بشع، شفت الموت بعيوني وما صدقت اني انفض منه.
عن جد الله حماك. تفضل. شكرا. ألف صحة. تفضل. يسلموا إيديك يا رفيقتي. ألف صحة وهنا. الله يسلم هالإيدين. صحة وهنا. شكرا. فوتي بالموضوع بقوة. ايه طارق، انت عندك حبيبة؟ عفوا، شو في عندي؟ حبيبة. حبيبة. لا والله ما في بنوب. والله احسن لا تزعل، لانه الاعزب سلطان زمانه بهالايام. كأنه مغير رأيك؟ ايه والله، لانه اكتشفت هالشي مؤخرا. ما شاء الله عليك، شو هالتغييرات السريعة هاي؟ ولو بعجبك. هلأ انا برأيي انه الزواج هو حالة خاصة كتير، يعني ما انه تجربة وفينا نعمم نتائجها على كل الناس. في اشخاص بيناسبهم الزواج كتير وبيعيشوا بسعادة، وغيرهم ما بيتوفقوا وبيقضوا حياتهم كلها نكد. طيب هاتوا لنشوف شو رأيكم بيلي بيقولوا انه الزواج هو مقبرته للحب. لا هالحكي مبالغ فيه، مو معقول، يعني مستحيل الزواج يقتله للحب. العلماء يلي بسويسرا هن اللي طلعوا بهي النتيجة، واختيار الشريك بيلعب دوره. أنا بشوف الزواج شي حلو. ايه طبعا مزبوط طارق، أنا معك بكل الكلام اللي قلته، عن جد الزواج شي كتير ضروري وما في أحلى منه بنو. طبعا في ناس الزواج بيلبق لهم وغير ناس ما بيلبق لهم أبدا. تماما. مثل نازلي مثلا، الزواج لا بقلة وحسيت إنها كتير مبسوطة، ولا شو رأيكم؟ طبعاً زواج نازلي خانم وفريد بيك أحسن دليل، يعني بعد الزواج حسيت النور عم يطلع من وشها، هذا الشيء بفضل الزواج صدقوني. عن جد؟ حاسة عضلاتي كلهم متشنجين، ليش عملت بحالي هيك ما بعرف، وترت حالي على الفاضي. من الأساس ما كان لازم رد عليه وأحضر فيلم رعب، رح ضل خايفة منه سنتين لقدام. شو استفدت هلأ؟ لازم اشرب زهورات، شو بدي بهالقصة أنا؟ قال زومبي قال. بس أنا مستحيل خاف من الزومبي، بس قرفت مو أكتر. فريد؟ فريد اسمع، أنا شو اكتشفت؟ ما تفكر إني خفت من الزومبي، لأني بعرف إنه الزومبي خرافة، اللي خلاني خاف بوقتها طبعاً، يعني الشيء اللي صار معي ما فينا نسميه خوف، ولهيك أنا كان قصدي إنه الشيء اللي خلاني كتير انزعج، واللي هو برأيي إنه جو السينما ما كان مناسب للفيلم أبداً، يعني الأصوات كانت مزعجة كتير والأجواء غريبة كمان. فريد؟ فريد؟ بس بقى هذا المزح مو وقته بنوب. فريد إذا بتريد اسمع هلأ شو بدي أحكي لك، لو سمحت كنت عم قلك إنه الفيلم ما خوفني، شو صرت تلعب بالضو هلأ؟ على فكرة إذا اشتغلت على حالك بتصير مخرج مهم، هالمزح صار قديم، كانوا يعملوه الرفقة ببعضهم لما يحضروا فيلم رعب، الفيلم اللي شفناه خيالي وتافه، يعني لازم تكون القصة مقنعة وقريبة من واقعنا. فريد؟ ليلي شوفي نازلي. انت متأكد انك فريد؟ نازلي طبعا انا فريد، لكن مين بدي يكون يعني؟
شو بكي انت؟ مين اللي فوق لك؟ مين اللي رمى الطابة الحمراء من فوق الدرج؟ طابة حمراء؟ ايه مزبوط، انا هي الطابة اشتريت له اياها لبدر هدية وتارك الشباك مفتوح، يمكن لانه الهواء قوي طارت الطابة ونزلت. طيب ما كانت القهوة والضوء اللي عم يشعل ويطفي؟ ما كانت القهوة صح معطلة، وعلى اساس انه يجوا يصلحوها اليوم. وبالنسبة للضوء عن جد انا ما بعرف، يمكن من الرعد تعطل نظام الاضاءة بالبيت، يعني بظن انه هذا اللي صار. شو كنت عم تعمل برا بالحديقة؟ انا كنت بالحديقة لانه شفت زومبي ولحقته لحتى امسكه. ما تتمسخر. موبايلي ضل بالسيارة ورحت لحتى اجيبه. شفتي؟ انت كأنك متأسرة كتير بأحداث الفيلم، يعني لأنه واضح من شكلك انك خايفة كتير. فيك تنامي لحالك اليوم؟ معلوم فيني، ليش لحتى ما يكون فيني؟ تمام، مثل ما بدك. تصبحي على خير. قال نسي موبايله بالسيارة. عن جد شكراً كتير لأنك وصلتني سعيد. هذا واجبي، نحن رفقات ولازم وصلك. يعني ضروري كل شوي تذكرني بهالموضوع سعيد؟ على فكرة أنا بلشت أتضايق. شو بدك؟ قول خطيبتي السابقة؟ لك سعيد رح أسألك سؤال وبتجاوبني بصراحة، تمام؟ طيب شو هو؟ أنت متضايق من شي وحابسه بقلبك وما بدك تحكي؟ كل شوي ونحن عند عزيز وأنت عم تسمعني حكي، أنا كل الوقت ضليت متوترة وقلقانة بسببك. ليكي فتور، لا تفكري إنه القصة سهلة، يعني أنا ما فيني يكون يوم عاشق ويوم رفيق، أنا متضايق من هالموضوع. وأنا كمان متضايقة. أنا مو حابب أخسرك بنو. وأنا كمان نفس الشي مو حابب أخسرك. يعني بصفتك صديقة طبعاً. طبعاً سعيد، فهمت تماماً شو قصدك. بس بتوقع إذا فهمنا هالنقطة بنقدر نوقف جنب بعضنا فتون لحتى نتجاوز هالأزمة بسلام. صح معك حق. يلا صار لازم أمشي. بيتي المعتم والبارد بيكون ناطرني، وناظري الغليظة بتعرف هالشي كتير منيح، قالت لي كل كم يوم بيجي وبنام عندك، لا اجت ولا شي، بس عيب عليها توعدني وما توفي. ايه بكير، لسه ما قالن كم يوم متزوجين. ايه لساتن عرسان جداد طبعا. كأنك بتعرفي شي مو؟ مثل شو؟ لا تكوني بتعرفي الشي اللي بعرفه. لا والله ما بعرف الشي اللي انت بتعرفه سعيد. بلا بتعرفي. شو اللي بعرفه؟ اللي انا بعرفه انت بتعرفيه. شو هو اللي بتعرفه سعيد؟ انه زواج فريد ونازلي زواج مزيف. انت مين خبرك بهالشي؟ على اساس ما بتعرفي؟ بلا بعرف. شفتي انه طلعنا بنعرف نفس المعلومه؟ ونحن خبينا عن بعضنا هالشي مو هيك؟ ايه والله. ماني عم صدق هالشي، ما كان في لزوم تقلي هيك سر عيب، بلكي كنت ما بعرف. والله يا فتون ما بعرف ليش خبرتك فيه، يعني نحن لازم نحافظ على هذا السر والا هن رح يذبحونا. الله يوفقك انتبهي. شو هالصوت هاد؟ ما تفكري بشي بيخوف نازلي، بعد البيت ما في شي بيخوف.
وبعدين مو معقولة تخافي من الزومبي، والله هالشي بخجل. أيوة هيك أحسن، منيح. لازم من الأول شغله، بس مستحيل أقدر نام، مستحيل. لازم يكون في حل. نازلي شو عم تعملي؟ ليش ما نمتي؟ لا كنت نايمة ومرتاحة كتير كمان، بعدين فقت ما بعرف ليش. بس أنا حاسة إنه أنت ما نمت، ما تكون خفت من الطابة الحمراء وهدول الشغلات. لا أبداً نازلي، أنا نسيت هاي القصص كلها، عم بقرأ كتاب ورايح أشرب. أي كتير منيح. كنت عم أسأل حالي سؤال بس، تختك مقاسه صغير ما هيك؟ وأنت جسمك ضخم شوي، أكيد بيكون ظهرك عم يوجعك من هالنومة. إذا بتحب فيك تروح تنام على تختك هداك كرمال ترتاح بهالليلة. يعني بدك ياني نام جنبك اليوم؟ لا مو هيك، بدك تفهم إنه أنا عم أحكي من منطق إنساني مشان ظهرك ما يتشنج ويصير معك شي مو منيح. يعني قلت حرام خليك ترتاح مو أكتر، خلاص ما عاد إلى لزوم. إيه والله معك حق، ظهري عم يوجعني شوي. طيب مثل ما قلتي، معناتها رح روح نام بالغرفة عندك إذا ممكن. ممكن. ما بعرف كيف بدي أشكرك لأنك جبتيني نام جنبك وما خليتي ظهري ينكسر. لو أني بغرفتي هلأ ما كنت قدرت نام أبداً، شي من وجع ظهري وشي من الخوف. ها كنت بعرف أنك رح تموت من الخوف. إيه والله مزبوط، بس كأنه أنت مو رايقة. لا أبداً أنا رايقة وكتير كمان، كنت حاسة من شوي أني ماني مرتاحة مو أكتر. وهلأ ما عاد حاسة بهالشي؟ مو كتير، يعني مو مثل ما حسيت من شوي. معناها أنا رح أرجع على غرفتي. لا ما تروح، خليك هون، خليك نايم جنبي للصبح لو سمحت نام. يعني المهم تضل محافظ على هي المسافة اللي بيننا طول الليل ماشي؟ بس ليك اوعك تروح من هون بعد ما نام. تفضل، هذا النوع اللي طلبته، في منهم ثلاث صناديق اذا بدك. يا اخي اعطيني كل شيء عندك. تمام. ها ليك هذا هو، يلا رح اروح احكي معه وارجع. بدي انزل مشان ما يصير معك شيء طارئ مثل هذيك المره. اي يلا. قبطان سامي يعطيك العافية. أهلا وسهلا يا بنتي. ما شاء الله كأنه الشغل منيح هالأيام. إيه والله انكسر ظهري وأنا عم بحمل صناديق. ليش ما في حدا هون يحمل معك؟ شعبان ليش ما عم يساعدك؟ شعبان مانو هون، ترك الشغل. خير إن شاء الله، ليه ترك؟ أساسا هو مو عاجبني كتير، بس أبوه تارك العيلة وقال له إنه لازم تصرف على أمك وأخواتك، والله ترجاني كتير لشغله وشغلته ما بعرف كيف، فجأة ترك الشغل وراح. أخي سامي بتعرف شي عنوان بيته لشعبان؟ أنت كيف بتتجرأ؟ تفضلوا. مرحبا، انت امه لشعبان مو هيك؟ ممكن تناديله بدنا نحكي معه شوي. مرحبا يا خانم، ما تخافي نحن رفقات شعبان، اخذنا العنوان من القبطان سامي لانه بدنا نسال شعبان عن شغله ضروريه، لو سمحتي شعبان بالبيت؟ ايه بالبيت. معلش تناديله لو سمحتي. شعبان
شعبان؟ 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 هو بالحديقة ولهيك ما عم يسمع، فيكن تروحوا لعنده. شكرا كتير، لا تواخذينا. شعبان؟ ليك فريد هرب من حقه. لحقيني بالسيارة. دير بالك فريد. ليش هربت لما شفتني ولا؟ لما شفتك خفت وقلت أكيد جاية مشان التلاجة. وليش تركت الشغل عند سامي قلي؟ لأني لقيت شغل أحسن منه. شغل شو هاد؟ أنا رح أشتغل جرسون بمطعم كتير كبير. شو بدك فيني لتحاسبني؟ يلا تركني، مالك عندي شي. ليك بدك تقول الحقيقة. قلت لك الحقيقة، وإذا ما بدك تتركني فورا رح روح على المغفر واشتكي عليك للشرطة. تركني فريد. فريد ليش ماسكو؟ لأنه مخبي شي مهم. لك قلت لك ماني مخبي شي، تركني أحسن ما أشتكي عليه. فريد اتركه، فريد اتركه، خليه يروح لو سمحت. ماني عم صدقه، ما بعرف ليش مبين انه عم يكذب. كيف بدك تثبت عليه هالشي اذا ما معك دليل؟ عم يهدد، ما سمعته؟ تخيل هلأ يروح على المغفر ويشتكي عليك، عن جد هاد الشي رح يكون دليل ضدنا بالمحكمة بكرة. رح يقولوا معقول نعطي الصبي لهيك شخص؟ باقي يوم للمحكمة ولازم تروق. الحق معك نازلي، اللي فينا بكفينا، يعني بالناقص مشكلة. تعال ماشي، بس ما رح انسى هالقصة. امشي نروح فريد. شو في راكان؟ وعم تقولي شو في ديما؟ سكتي ولا كلمة. انت شكلك جنيتي ديما. انت ليش عم تتصرفي من راسك؟ ها؟ ليش ما خبرتيني من الاول غير هيك؟ ليش ما قدرت اعرف اوصل لك اليوم؟ لو سمحت اهدى شوي روق وما عاد تصرخ، خليني اعرف خبرك باللي صار اليوم. الولد اللي اسمه شعبان اتصل فيني وطلب مني مصاري، لهيك اضطريت اني اروح لعنده. وكتير منيح اني رحت. تعرف اني شفت فريد ونازله عندهم هني؟ شنونه؟ تخيلي لو شافوكي او مسكوكي هنيك شو كنت عملتي؟ الحمد لله ما مسكت وطلعت بنتيجه كمان، واللي هي انه انا بقدر اعمل شغلي ومن دون ما اطلب مساعدتك. وعلى فكرة الولد قال لي إنه مستعد يختفي من الدنيا كلها ولا يشوفك. ليش كل هالقد مرعوب منك؟ تفضل عزيز. أهلا وسهلا والله. بس ما أكون قطعتكم، عم تحكوا بشي مهم؟ لا ما في شي مهم. كنت عم أقول لأختك نروح نحضر مباراة بالدوري الأوروبي، وهي عم بتقول ما بتحب الأماكن المعجوقة. كيف صارت إيدك؟ منيحة منيحة، ما فيها شي. خير شو صار؟ مصفر وشك ومكتئب وكأنك ملتقي بفريد أصلاً. عم بمزح يا، لا تصدق. بدي أحكي معكم بموضوع مهم. عملت لك خلطة لتروق، قلت بركي بتهديلنا أعصابنا شوي. شو هالحياة اللي كل يوم أكشن؟ اتصلت بالأمن وهن جايين على الطريق، بيضلوا حوالين المطعم من اليوم ورايح نازلي. ليش فريد؟ يعني مين اللي بده يجي لهون على المطعم؟ بعدين ما بيصير يكون في رجال حوالين المطعم، بيهربوا الزباين. نازلي هذا الموضوع مو قابل للنقاش. نسيتي انه في حدا فات ووصل على المطبخ؟ واحد راح سكر عليكي باب الثلاجة ولسه بتسألي مين بده يتجرأ يجي على المطعم؟ بس لا تقولي بس ولا شي نازلي، انا رايح اجيب الكمبيوتر من السيارة وضل هون واشتغل جنبك. شو هالحكي؟ والله شكلي رح جن وسوح بالشوارع. قال عملت له خلطة لحتى يروق، جن أكتر من الأول. أنا وعم ساوي الخلطة كنت عم عد الثواني وهو تركني وراح، وهي هديته من الخلطة.
تفضل عزيز، نحن عم نسمعك. بتعرفوا انه جلسة المحكمة تبع بدر بكرة؟ ايه بنعرف. وانه كلكن عم تعملوا جهدكن لحتى تاخدوا بدر. عزيز، بدر أغلى من روحنا، وما كنا حابين إنه هو يكون الأداة لحرب السلطة تبع فريد أصلاً. إيه تماماً، لأنه فريد أصلاً ما بيفكر غير بمصلحته، حتى لو كان الموضوع بيتعلق بحياة طفل صغير مثل بدر. يعني نحن ما لنا مبسوطين بالعذاب اللي عم نسببه لبدر وروحة المحاكم، بس للأسف خاله فريد عنيد وما بده يستسلم. ولهذا السبب أنا أجيت مشان أحكي معكم. أحكي أحكي شو ناطر؟ برأيي لازم نحن ثلاثة نتفق ضد فريد أصلا. انتبهوا مني على أي خطوة بتاخدوها ضده، لأنه شاكك فيكم، والحق معه بس مو لهالدرجة. بالغ بردة فعله وتصرفاتكم. هلأ الشيء اللي أنا بدي إياه منكم إنه تطالعوا بدر من الحسابات اللي بيناتكم، وإذا بدكم تحاربوا فريد استخدموا غير موضوع. خلوا هذا القرار للمحكمة. مظبوط، الحق معك. عن جد شكراً كثير لك. بشوفك. بشوفك. دير بالك على حالك. وأنت كمان. شو صاير معه؟ كأنه كان بده يقول شيء مهم وبآخر لحظة تراجع. أو يمكن هيك تهيألي. ميمار حطت هالوثائق معي وما بعرف كيف بدي أخلص من هالقصة. ليش ما منساوي استراحة ومنشرب قهوة؟ لأنه اليوم اشتغلنا كتير. اي والله منشرب قهوة. تكرمي. أهلين عزيز. مرحبا، كيفكن؟ أهلا وسهلا عزيز. أهلين فيكي. أهلا وسهلا عزيز، إن شاء الله تكون إيدك تحسنت. الحمد لله، هي عم توجعني بس مو كتير. كنت خليك مرتاح بالبيت، ليش طالع وعم تتفتل؟ لك اتركني من البيت فريد، والله اختنقت من القعدة فيه. طيب منيح، بتحب تشرب شي؟ حط لك أكل جوعان؟ مو جوعان أبداً، بس بشرب فنجان قهوة. تمام، معناها أنا رح حضر القهوة. يلا خلونا نطلع نشرب القهوة برا. يلا نطلع، لأنه أنا بالأساس كنت جاي وحابب شوفكم مع بعضكم. بدي أحكي معكم بموضوع مهم. تعالوا على هاي الطاولة. علاقتكن ما كانت متوقعة بنور، ولهيك تفاجأت. يعني ما رح أكذب عليكن، تزوجت وأنا ماني مصدق. بس بعدين فكرت وقلت لحالي إنه أغلى إنسانين على قلبي بدهم يتزوجوا بعضهم، وأنا صديقهم المقرب وما بصير إني وقف بطريق حبهم. وأجيت لبارك لكن. ألف مبروك، بتمنى تعيشوا مبسوطين. عن جد شكراً لك، دعمك إلنا مهم كتير. صح عزيز،
لأنه موقفك هاد بيقوينا. هلأ طبعاً بدكن تقولوا لحالكم شو صار له هذا الصبي؟ أكيد أكله شي ضربة على راسه لحتى عم يحكي هيك. إيه مزبوط أكلت ضربة، بس هالضربة غيرتني. الحياة مو مستاهلة، وهالحياة قصيرة كتير. بقصد إنه ما فيها وقت. انبسطوا. مظبوط، الحياة مليانة مفاجآت. طبعا. وهي جبت لكم معي هدية العرس. شكرا كتير عزيز، يسلم. ايه ما رح تفتحوها؟ طبعا منفتحها. قلت لحالي انتم متعرفين على بعض جديد ولسه طريقكم طويل ورح تعيشوا لحظات حلوة. جبت كاميرا لتصوروا فيها ذكرياتكم. عزيز لو تعرف قديش هديتك غالي علينا. يسلموا، عن جد كلك ذوق. واجبي. وهلأ جهزت القهوة، تفضلوا. نازلي شو هاي؟ عزيز جبلنا كاميرا هدية لحتى نوثق ذكرياتنا. كتير حلوة. طالعين كتير حلوين اليوم، بتحبوا أخذ لكم صورة مع بعض؟ لا أنت لا تصور، لازم تكون معنا بأول صورة، مو هيك فريد؟ ايه طبعا نتصور سوا. طيب معناها وقفوا جنب بعضكم لأخذ لكم صورة حلوة كتير. تعي. كيف هيك؟ ايه تمام. بتوقع هيك تمام؟ هيك؟ ما رح تزبط، هيك ما طلعتوا بالصورة، إذا قربتوا على بعضكم أكتر بقدر ميل إيدي شوي. ها هيك ممتاز، اضحكوا لشوف. يلا لنشوف كيف طلعت الصورة، هاد هو الشيء المهم. الله معك عزيز، دير بالك على حالك. شكرا. عن جد نحن فرحنا بجيتك لهون. منشوفك. بخاطركم. على فكرة بعرف انه يلي شفته هلا تمثيل مو اكثر. وزواجكم كله بس على الورق. بعرف ليش لعبتوا هاللعبة، بس مشان تاخذوا وصايته لبدر. يعني ما عاد في داعي بعد هلأ إنكم تمثلوا قدامي.